دراسات محلية ودولية أكدت على عدم مواءمة مياه الشرب المتوفرة في قطاع غزة مع المعايير الدولية ذات العلاقة. مستخدمو هذه المياه ليسوا بحاجة إلى فحصها كما يقولون للتأكد من عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، فملوحاتها والروائح التي تخرج منها أكبر دليل على تلوثها. البلدية لا تصلح للشرب إطلاقا ولا للغسيل، للغسيل مملح، يعني عفوا ملح، زناخة، فيها حاجة البلدية فيها شيء. عاد الاستهلاك كل الناس كل عامة غزة، كل غزة متوجه للمية الحلوة المفنطرة. يعني الحمد لله احنا مشغلين، بس يا عمي استهلاك كثير، يعني احنا ما بنتقفش. اول شيء بنضلنا من الساعه 7 لا الساعه 7 بالليل وفيش مش نحن على الطلب. المياه الجوفيه تشكل المصدر الاساس للمياه في القطاع، وهي تتعرض وفقا لمختصين الى عمليه تلوث مستمره تزيد من المخاطر الصحيه على حياه المواطنين، مخاطر يقول البعض انها تتسبب في امراض عديده. نتحدث عن حوالي 60 مليون متر مكعب سنويا، لكن احتياجنا في الفترة الحالية يصل إلى حوالي 200 مليون متر مكعب. هذا طبعا العجز الموجود بين ما يتم تغذيته وبين حاجتنا للمياه أدى إلى مشاكل لها علاقة بملوحة المياه نتيجة تداخل مياه البحر، وهذا الموضوع يعني يظهر للعيان ويظهر لكل مواطن ولكل فرد في قطاع غزة. المياه التي تصل الفرد أو المواطن الفلسطيني في قطاع غزة مياه هي مالحة لا تتوافق مع المعايير الدولية. المياه المحلاة باتت هي الحل الأسهل لدى الغزيين لتوفير مياه الشرب، لكن هذا الحل لا يخلو من التلوث بطرق عديدة، ما يؤكد على أهمية توفير البدائل الملائمة صحيا من خلال محطات تحلية متطورة تعمل وفق المعايير الصحية المقررة عالميا. الخطورة تأتي من أن تلوث هذه المياه من مصادرها أو من أثناء النقل أو من الأيدي الملوثة لها، إذا كانت ملوثة هذه الأيدي، وبالتالي الخطورة أن تلوث بطرق عدة كما أسلفنا، وأن يتم تلويثها أثناء النقل، ومن ثم لا نستطيع أن نجزم أن المياه ملوثة بيولوجيا بهذه إلا إذا أثبتت الدراسات بتلوثها. مياه الشرب الملوثة مشكلة تهدد حياة الناس هنا في قطاع غزة، رغم ذلك فالبدائل المحدودة تدفعهم إلى الاعتماد على المياه المحلاة مع ما فيها من مخاطر صحية. محمد الأصل، تلفزيون القدس، قطاع غزة. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.